كلمة واحدة وغيرها مفيش، كلمة واحدة وغيرها مفيش. السياسة مش للجيش، السياسة مش للجيش. حسن شاهين، كلية إعلام جامعة القاهرة، صحفي في جريدة البديل وناشط سياسي، عضو في حركة كفاية، واشتراكين ثوريين. العصيان المدني هي الوسيله الوحيده اللي احنا السلميه اللي هتؤدي للضغط لتحقيق اوامر الثوره اللي الشهداء ضحوا من اجلها، اللي هي عيش حريه عداله اجتماعيه. العصيان المدني احنا مستمرين في العصيان المدني لحين انتزاع السلطه من المجلس العسكري وتسليمها لاصحاب الثوره اللي هم الشباب، السلطه المدنيه اللي قامت بالثوره. الثوره اللي ما انفعلوها مش للعسكر اللي انقض عليها ولا المجلس العسكري اللي هو متواطئ وجزء من عصابة مبارك اللي انقض على الثورة وحاول وهو قائد الثورة المضادة وعايز يرجع بينا لورا مش لقدام. احنا مستمرين في العصيان المدني لحد ما نحقق كل حاجة امرت بها الثورة. هننتزع السلطة من المجلس العسكري، هنحاكم المجلس العسكري على الجرائم اللي ارتكبها في ضد الشعب المصري من اول 9 مارس بعد رحيل المخلوع لحد احداث بورسعيد. كل الاحداث دي المسؤول الوحيد عنها هو المجلس العسكري اللي اثبت تواطؤه مع عصابة مبارك. المجلس العسكري ايده بقى فيها دم كتير، دم المصريين، دم الاحرار اللي قاموا بالثوره. المجلس العسكري اللي عمل للثوار محاكمات عسكريه عشان يقيدهم بالقانون. احنا هنفضل مستمرين في اضرابنا وعصياننا المدني داخل الجامعات، اللي هو في فعاليات دلوقتي في 36 جامعه مصريه، يعتبر فعاليات كبيره لما يبقى في 250 و300 شخص مشاركين في الاضراب في زي يوم السبت اللي هو المفروض اصلا بيبقى اجازه. ده شيء ناجح جدا. احنا مستمرين وهنصعد الموضوع لحين انهاء حكم العسكر ومحاكمة كل من اهدر كرامة المصريين. ماذا تقولون في من قال بهذه الفتوى بعدم جواز الاضراب؟ يعني ردكم على هيئة الافتاء؟ رد على ايه؟ انا مش معترف لا بشيخ الازهر ولا بهيئه الافتاء. مش معنى كده ان انا خارج عن ديني، لا انا مسلم وبصلي وبصوم وبزكي. بس شيخ الازهر والمفتي اللي قالوا قبل كده على مظاهرات جمعه الغضب حرام محدش يخرج دي فتنه، والناس خرجت، وبعد كده طلع شيخ الازهر لما لقى المخلوع بيوقع سند الثوره في اخر ايامها ماشي، يبقى ده كده ما بيتكلمش باسم الدين، ده بيتكلم بقرار سياسي جاي له من فوق. اما تبقى الجوامع كلها يوم الجمعه اللي فاتت بتتكلم على الاضراب وان الاضراب حرام والاضراب مش عارف ايه، ده امر بقرار سياسي جاي لشيوخ الجوامع. انا ارفض التدخل الدين في السياسه، نرفض تدخل الدين في السياسه. بعديها لما الناس بتقول اضراب واحنا ضد المجلس العسكري، يطلع شيخ الازهر والمفتي يطبل للمجلس العسكري ويمشي تحت عبايته، يبقى دوت كده غلط طبعا. السياسه شيء وقرارك السياسي ورايك السياسي شيء ورايك الديني شيء تاني. عشان اثق فيك في الراي الديني ما تدخلش رايك الديني في الراي السياسي. ماذا تقول للشباب الذين لم يشاركوا في هذه الفعاليات اليوم؟ في ناس ما شاركتش بس متضامنه معانا، دي ده موجود من اول يوم في الثوره، مش كل الناس بتقدر تشارك. في ناس تانية اللي هي قاعده في بيوتها بتتفرج بتسمع للقناه الاولى والاعلام المضلل، دي بنقول لها حاجه واحده، الغلطه ان ما كانش في اعلام للثوره. وبس يعني الاعلام الحكومي ما زال بيبخ سم الثوره المضاده. فاقول الناس انزل وشوف بنفسك، شوف الناس عامله ايه، الناس عايشه ازاي. الناس اللي انتوا بتتهموها بالخيانه والتمويل، مع ان قياده المجلس العسكري هي اكبر خيانه واكبر تمويل بيتاخد، واكبر معونه عسكريه اللي هي بمليار وشويه بتروح فين اللي بياخدها المجلس العسكري. لو هنسال حد على التمويل، لو عايزين تسالوا حد على التمويل اسالوا المجلس العسكري على التمويل وعلى الخيانه، مش تسالوا الشباب. هم دول الشباب بتوع 25 اللي انتوا ايدتوهم بعد رحيل المخلوع بيكملوا مسيرتهم، انزلوا وشوفوهم تاني. اشكر حضرتك. احنا الجديد اللي احنا نكمله دلوقتي، اي حد دلوقتي بنتكلم معاه بيقول الشرعيه هي مجلس الشعب، الشرعيه هي نواب مجلس الشعب. كنا احنا ممكن نستنى ان مجلس الشعب يطلع بقرارات، يطلع بقوانين، مش يطلع نائب في مجلس الشعب في مكان عمل بيرفع الاذان، مش يطلعوا قاعدين مع الحكومه، مش بيسقفوا للجنزوري، مش بيسقفوا لوزير الداخليه. لا كده الاخوان مش بقوا الثوره، كده ما حصلش اي تغيير. دورنا دلوقتي هنفضل ثورة، هنفضل نوعي الناس، هنجيب الشباب، هنجيب الشعب تاني. الشعب تعاطف مع الإخوان لأن الشعب كان غلبان، ضحكوا عليه بكلمة استقرار، ضحكوا عليه بلقمة العيش، ضحكوا عليه بقال الله وقال الرسول، هم حافظينها مش فاهمينها، ما فعلوهاش صح.
ضحكوا عليه كده، خدوا الشعب، الشعب من جواه متدين غصب عن اي حد متدين. هم ضحكوا عليه، هرد عليه كما اتكلم، هم ضحكوا عليه بكده، ضحكوا عليه بلقمه عيش، لكن احنا هنكمل، وهي الثوره ثوره شباب، نكمل ثوره شباب. فكره الغلط مش على الاخوان بس، الغلط عمره ما يكون على الاخوان، الغلط برضو على شباب الثوره اللي خرجوا عملوا احزاب والثوره لسه ما اكتملتش ولسه الصورته ما اتسلمتش ولسه اهداف الثوره ما اتحققتش. الغلط لو هقوله على بعض قيادات ائتلاف شباب الثوره، على خالد تليمه، على كل ائتلاف عضو من ائتلاف شباب الثوره اترشح في مجلس الشعب. ده ما كانش وقت انتخابات ولا كان وقت احزاب، وقت ثوره لازم نكملها، وقت ثوره اهداف لازم نحققها. الاخوان بس مش هم اللي باعوا، كل فصيل سياسي كان موجود على الساحه بجد هو اللي باع. اللي اتظلم بس في الثوره الشباب اللي خرجوا هيقولوا تغيير، حريه، عداله اجتماعيه، الشعب، وزراء يبقوا شباب، هي هتبقى كامله ثوره شباب، لان مفيش اي وزاره ممكن تيجي تقدر توازي سرعه رد فعل الشباب. الشباب حاليا عندهم رد فعل لكل مشكله، كأي حكومه بسن كبير بسن العواجيز اللي احنا شايفينه بالجنزوري 77 سنه بالمرشحين للرئاسه مع سرعه الشباب. ده بس اللي ممكن اقوله، شكرا. محمد مخيمر، طالب في جامعه القاهره كليه التجاره، في سنه اولى. جيت النهارده عشان احتج مع الشباب عشان نجيب حق اخواتنا اللي مات في اولى واللي مات في ثانيه ولسه ما دخلش دنيا، واللي حقهم ما جابش لحد دلوقتي، وبقالنا سنه المشير ماسك بقاله سنه وحققش اي حاجه، ولا في اي تغيير حصلنا بيه ولا تغيير دي. عشان كده احنا مع العصيان، عشان ما فيش اي حاجه اتغيرت من ساعه ما مسك، ولا حد اتحاكم، ولا حد حصل له اي حاجه. بس شكرا. اسمي احمد مختار، في جامعه المنصوره الجارة انجليش سنه اولى، سنه القاهره. انا جاي النهارده اعتصم، ويعني اشوف بس اجيب حق زملائي اللي ماتوا، اللي في بورسعيد اكتر من 140 واحد مات او اكتر، عدد بيتزايد، وما فيش اي حاجه دلوقتي بتحصل. المجلس العسكري بقاله سنه في الحكم، وبرده العمليه بتسيء اكتر، مفيش اي حاجه، يعني البلد بتضيع اكتر. فانا جاي النهارده نشوف حق زملائي اللي ماتوا، يعني وربنا يكرم ان شاء الله. خالد طه جابت صور التحرير. مبدئيا احنا مش ضد الاخوان كفكره او ضد الاخوان كفصيل سياسي، احنا ضد مكتب ارشاد، ضد ناس باعت ثوره، ضد ناس بقوا زيهم زي الحكومه، ضد ثوره كان هدفها من النجاح هو انتقال السلطه من مكتب من لجنه السياسات في الحزب الوطني لمكتب الارشاد في الاخوان المسلمين، ضد الكتاتني وضد العريان، ضد بديع. دلوقتي احنا ممكن نكون ضدهم، لكن فصيل سياسي موجود في الشارع مش هنبقى ضده، ضد ان هم لعبوا على نقطه، احنا ما كملناش ثورتنا وما حققناش اهدافنا، وقالوا الناس لقمه العيش، وقالوا الناس استقرار، وقالوا لهم قال الله وقال الرسول مزيفه، بيضحكوا بالدين. يعني ايه نائب شعبي؟ العمل عباده. يعني ايه نائب في مجلس الشعب يطلع ان هو يقول يرفع الاذان وسط الجلسه؟ يعني حاجه غير مقبوله نهائيا. احنا دلوقتي احنا برضو غلطنا، وشباب الثوره غلطوا، والائتلافات فرقت، وخالد تليمه ترشح في الانتخابات، وخالد السيد ترشح، معظم الائتلاف وعمر عز ترشح، وكلهم فشلوا لان الثوره ما كانتش اكتملت. الناس اللي اتظلمت بجد الناس الشعب العاديه، الناس اللي كانت خارجه تقول تغيير، حريه، عداله اجتماعيه، الناس اللي كانت عايزه مستوى يتحسن، لكن اللي كان نازل هدف سياسي حقه اللي حصل فيه، حقه ان الاخوان يضحكوا عليه. احنا دلوقتي كدورنا ان طلاب الجامعات هي ثوره الشباب، واللي عندهم توعيه صح هم طلاب الجامعات، الناس ديت هي اللي تنزل، والناس ديت اللي تبدا تتكلم مع الناس، والناس ديت اللي تبدا تناقش مع الناس، وتبدا توصلهم، ويبداوا يتحدوا تاني على فكره واحده، ان احنا عايزينها دوله مدنيه. احنا مش هنستنى حكم عسكري تاني، وان العسكر يمشي في اقرب وقت. احنا ما بقاش عندنا سلطه في مجلس عسكري بعد حصل في ماتش الزمالك وافريقيا، الاهلي وبورسعيد، اكتر من حادث حصل، اعتصام 8 يوليو 26 يوليو، احداث ماسفيرو، احداث محمد محمود. العسكر خلاص كفايه عليه، السلطه تستلم فورا، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل انتخابات ولا نعمل ايه. شكرا. طبعا انا بحب اوجه بس للناس اللي بتوجه نقد الاخوان مهما كان غلطاتهم او مهما كان، المهم اللي احنا ما حدش ينكر ابدا قوه الاخوان مهما كان بالايجابيه او السلبيه. كل الناس تركز على السلبيه، طب ما تركزوا على الايجابيه يا جدعان. ماشي الاخوان اخطاء وكل حاجه، بس ما حدش يقدر ابدا ينكر دور الاخوان في العمل السياسي. بقالهم اكتر من 100 سنه من العمل السياسي، من ايام حسن البنا، وطول عمرهم كانوا مسمينهم الجماعه المحظوره، واتسجنوا كتير وسجنوا. مهما كان يا جدعان عملوا، بس في الاول وفي الاخر الشعب اختار رايه في الاخوان، ما حدش هيقدر يغير ده، ومجلس الشعب اختار رايه في الاخوان، وهم الاغلبيه وهم راي الشعب. ماشي مهما كان غلطاتهم، ما حدش برضك يقول الاخوان والمجلس ايد واحده، ما فيش الكلام ده يا جدعان، ما ينفعش الكلام ده. ما هي النقطه التي اخطا فيها الاخوان؟ النقطه التي اخطا فيها الاخوان هو عدم النزول في محمد محمود. ولكن هم وجهوا بيقولوا اللي هم ما نزلوش عشان الانتخابات. بس هم طبعا المفروض اللي هم كانوا شاركوا الشارع المصري في اللي هو في الوقوف قدام المجلس العسكري. بس والناس اللي ماتت دي وشرفنا راح وكده بس.